إذا تلعب الكرة من ركنية من روني رونالدينو، يمشي يتقدم ينفذ كرة خطيرة بالرأس والهدف الثاني، الهدف الثاني للسامبا، جول للسيليساو، هدف لهدف، هدف ثاني من لوسيو، الرأس الذهبية للبرازيل، لوسيو أصنع فرحة البرازيليين، مشجع البرازيل والبرازيليين أكثر من الأمريكان هنا في استاد شيكاغو. هدف ثاني وإصابة لتيم هاورد، إصابة لتيم هاورد، هو لوسيو أمن الأسبقية والتقدم للسامبا. البرازيل 2 الولايات المتحدة 1. رونالدينو قلت لك رجع الفورمة على القائم الثاني، يضرب بالرأس لوسيو، برافو.